كارت حياة كارت متكامل الخدمات، بيقدم خدمات طبية، خدمات تعليمية وتوظيفية. بدأنا المشروع بتاعه من سنة ونص للمواطن المصري لاستخداماته اليومية عن طريق كارت حياة، بيبقى فيه خصم فوري ل 40% واكتر كمان. طبعا الناس الاكثر احتياجا بالنسبه لهم كارت حياة هيبقى مهم في المستشفيات الخاصه زي تحاليل او كشف او عيادات او كذا. قدرنا ان احنا نتعاقد مع البريد المصري لتوصيل الكارت في شراكه مع شركه وادي النيل الطبيه. عندنا اكثر من 5400 خدمه طبيه على مستوى 27 محافظه، خدمات مخفضه طبيه. عندنا دورات تدريبيه في جميع المجالات، اشتغلنا مع منصه المنتور التعليميه، اشتغلنا مع منصه ديفل للتطوع. اليوم الكارت بنقدر نشتريه عبر موبايل ابلكيشن الخاصه بمؤسسه الجمهوريه الجديده للتنميه. بنقدر نحصل من خلالها على الكارت ب 200 جنيه سنويا، 200 جنيه بتدفع مره بالسنه عبر الفيزا، نوصله من 10 ل 15 يوم عبر البريد المصري. نقدر نعمل 1000 عملية عيون مجانا، 1000 عملية حروق مجانا، كمان بنقدم 1000 طرف صناعي مجانا، وحاجات كتيرة أوي خدمات للكارت. رحت عملت الأشعة والتحاليل اللي كنت بنعملها الأول بمبالغ ضخمة، عملوا تخفيض كبير خالص على الأشعة والتحاليل، ساعدتني مساعدات مهولة صراحة عشان الكارت ده عامل لي تخفيض جامد. انشأت مشروع من دورة البرمجة، سوقت البرنامج، بعت منه أول نسخة الحمد لله، وناوي إن أنا بعد كده أسوق البرنامج بره مصر وأبيعه بالدولار. وزارة التضامن ما بتبخلش بأي توجيهات، النهارده كانت في حضور المؤتمر وتقرير كامل عن كارت حياة علشان يتم دراسته من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.